جونس إدوارد سالك هو طبيب وعالم أمريكي، ولد عام 1914. استطاع أن يفعل ما كان يظنه الجميع مستحيل، ولكنه وضع في لائحة النسيان عند البشر لأنه رفض نسب أعماله له، كما فضل إتاحة اختراعه لكل دول العالم دون احتكار من أي أحد. هذا الطبيب هو الذي اخترع علاج شلل الأطفال، الذي كان من أصعب وأسوأ الأمراض التي مرت على البشرية كلها. فمنذ علمنا بتاريخ هذا المرض الذي بدأ عند القدماء المصريين، والذي دون على أحد الجدران الفرعونية، وهو يشكل تهديد على معظم دول العالم، حيث كان يصيب عدد كبير من الأطفال ويتسبب في موت الكثير منهم، كما بدأ بالظهور عند البالغين بشكل ملحوظ لدرجة إصابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية به، حتى وصل به الأمر لاستخدام كرسي متحرك وذلك لكي يستطيع التحرك للقيام بالمهام الرئاسية، إلى أن وصل بنا الحال لفقد الأمل في إيجاد علاج لهذا المرض الذي يقتل الأطفال كل يوم ويتسبب لهم الإعاقة الدائمة. ولكن من وسط الظلام يأتي النور، حيث ظهر الطبيب جونس سولك الذي قرر أن يحاول مرارا وتكرارا لإيجاد علاج لهذا المرض، رغم فشل العديد مثله في إيجاد علاج للمرض، حيث كان متخصصا في دراسة علم الأوبئة والفيروسات. لذلك حاول القيام بعدة تجارب لعلاج هذا المرض على بعض القرود، ولكن للأسف جميع التجارب لم تنجح. لذلك جرب سولك أن يأخذ خطوة جديدة في علم الطب، وهي حقن فيروس ضعيف وغير مميت داخل المريض، وذلك حتى يتمكن الجسم من التعرف على هذا الفيروس ومن ثم معرفة الطرق لمواجهته. ولكن عندما بدأ سولك في تجربة علاجه الجديد، صار المجتمع العلمي ضده وأخبروه أن تلك الطريقة من الممكن أن تجعل المرض أقوى مما هو عليه، لكنه لم يهتم بهم وقرر تجربة العلاج على القرود مجددا. وكانت المفاجأة الغير متوقعة، وهي نجاح هذا العلاج وتعافي القرود تماما من المرض. ولكن جاءت الخطوة الأخطر في حياته، وهي من سيوافق على حقن نفسه بفيروسات داخل جسمه، وهل ستنجح التجربة على البشر أم لا؟ لذلك قرر جونس في النهاية تجربة المصل على نفسه وعلى أسرته، ولحسن الحظ لم يحدث أي ضرر لها أو لعائلته. يخرج بعدها ويقف أمام الجميع ليعلن على العلاج للمرض. وعندما علم الأهالي بهذا العلاج، خاف العديد منهم من إعطائه لأبنائهم. ولكن بعد نجاحه على أكثر من حالة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم الجميع به. فالأمر كان أشبه بالمعجزة، حيث أن حالات الشفاء وصلت إلى 90%. ولكن جونس سولك فاجأ العالم مرة أخرى، حيث رفض تسجيل براءة اختراع لعلاجه، وذلك لكي يعطي الحق لشركات الدواء صناعة العلاج بدون الحاجة إلى دفع مصاريف الترخيص. عندما سألوا جونس سولك هل تعرف من هو صاحب براءة اختراع علاج شلل الأطفال، رد عليهم قائلا لا أحد لديه براءة اختراع لهذا العلاج. هل سمعت عن أحد يمتلك براءة اختراع لضوء الشمس؟ وهنا تكمن العظمة لهذا الطبيب الذي رفض تحصيل الكثير من الأموال مقابل اختراعه، وذلك ليخدم به البشرية كلها.